مساء الخير. بيقول أديبنا الكبير ميخائيل نعيمي: عندما تصبح المكتبة في البيت ضرورة كالطاولة والسرير والكرسي والمطبخ، عندئذ يمكن القول بأننا أصبحنا قوما متحضرين. والكتاب هو الضرورة الأولى ببرنامجنا التحدي الكبير، وهو الصديق اللي ما بيخون وبيرافق مسيرة الشباب والصبايا ليكونوا نواة المجتمع المتحضر والمتقدم. بالبداية خلونا نرحب سوا بمعدل برنامج الأستاذ كمال نخلي. أهلا وسهلا أستاذ كمال. على يميني معنا الفريقة مدرسة شانفيل ممثلة بالأستاذ وسام كبكب، أهلا وسهلا. أما على شمالي معنا ثانوية حارة حريك للبنات ممثلة بالسيدة فادية كنعان، أهلا وسهلا. نبدأ مع شانفيل، ذكرونا بأساميكم بليز. أنطوني صعب بريمير دوبل باك. بول فرنجية بريمير دوبل باك. جوزيف طباع بريمير باك لبنان، أهلا وسهلا فيكم. رولانا الإسلام باكون علمي. فاطمة حسين باكون علمي. ريم أحمد باكون علمي. أهلا وسهلا فيكم معنا عن جديد. أي مغلف نقيته طبعا قبل ما نبدأ؟ رقم اثنين. ثانوية حارة حريك 15. جاهزين للتحدي؟ نبدأ مع شانفيل، والسؤال الأول بالمعلومات العامة: في أي بلد موجودة مدينة وهران؟ إيران؟ لا، الجزائر. صح صح يا رولانا. أول علامة لكم، منتبه معكم بالسؤال الأول بالمعلومات العامة: نوع موسيقى يجمع بين تقاليد الموسيقى الإفريقية والموسيقى الأوروبية ويشتهر كثيرا في الولايات المتحدة بين الأمريكيين الأفارقة، ما هو؟ الجاز. صح يا فاطمة، علمتين لإلكن، صار معكم ثلاث علامات. السؤال الثاني لمدرسة شانفيل بالمعلومات العامة: من هو السباح الأمريكي الذي حصل على 23 ميدالية ذهبية حتى الآن واعتبر أفضل رياضي عرفته الأولمبياد في تاريخها؟ مايكل فيلبس. صح يا بول. أول علامتين لإلكن، منتابع مع ثانوية حارة حريك للبنات، والسؤال كمان بالمعلومات العامة: رواية يحكي فيها الأديب الروسي ليو تولستوي قصة اجتياح نابليون بونابرت لروسيا وانسحابهم منها بسبب الشتاء القارس، ما هي؟ شو اسمها الرواية؟ عملت فيلم من أروع الأفلام، War and Peace، السلام والحرب. صح هيك. إذا بتشوفي كتاب الباك تبعك بالأدب العربي حكين عنها. مزبوط. صح يا رولانا، علمتين لإلكن، صار معكم خمس علامات. السؤال هلأ لمدرسة شانفيل: من كان القائد السابق لمنتخب ألمانيا بكرة القدم قبل منتصف صيف 2016؟ فيليب لام. صح يا بوي، علمتين لإلكن، صار معكم أربع علامات. منتبع مع ثانوية حارة حريك للبنات، والسؤال كمان بالمعلومات العامة: تمكن فريق مانشستر سيتي من التفوق على أي فريق نتيجة 3-1 ضمن المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا خريف 2016؟ طولكم إياها أستاذ كمان. إيه بس جديدة طازة هاي 2016. على مين ربحوا المانشستر؟ شو يا رولانا؟ مشكلتنا بالصبايا الفوتبول بيظلموا. لا بس قبل شوي عرفت الجواب. برشلونة. علمتين لكم، صار معكم سبع علمين. منتبه مع شانفيل، والسؤال الرابع بالمعلومات العامة: رقصة أمريكية جنوبية تتميز بالسرعة والخفة وهي تعد تطويراً لرقصة المامبو، ما اسمها؟ شفتي مدام ميرا صدف اجهام سؤال رقص وهلا سؤال تاني رقص لتاني فريق. أه
زومبا؟ لا. ما في جواب. الجواب يا بول هو التشاتشا. بسيطة. منتابع مع ثانوية حارة حريك للبنات والسؤال بالمعلومات العامة. مدينة سوريا هي عاصمة محافظتها تشتهر بنواعيرها ومياهها المعدنية. من معالمها الجامع الكبير وجامع أبي الفداء. ما اسمها؟ حماد. صح صح يا ريم. علمتين لألكن، صار معكن 9 علامات. السؤال لفريق الشانفيان، بلشنا بالتحليل الذهني. ما هو العدد الناقص في تسلسل الأرقام التالية؟ 13 70 469 3262. معكن دقيقة لتعطونا الجواب. إذا عطيتوني طريقة غير طريقة أستاذ كمال بتلاقون علامة. بلشنا بالمرحلة الجديدة. كل طريقة جديدة بيطلع لهم علامة. صح. إلا إذا كانت الطريقة الفيزيبيليتي زيتها. لا. لا أكيد. سازميل تراسان كنز. شو الطريقة؟ لا شو عملت الطريقة؟ فوى 5 بلس 5 أو بلس 25 فوى 5. شو الطريقة شباب؟ 22813. صح. شو الطريقة؟ ضرب 7 ناقص 21. صح. في طريقة تانية فينا نقولها؟ شو هي؟ ناقص 3 ضرب 7. ناقص 3 ضرب 7. هاي طريقة أستاذ كمان. هاي طريقتي. مبيني بلو 13 إلا 3 ضرب 7 70. من أول 2 ببينوا. والله بهنيكم. هل انتم بتاخذوا علامه بس ما بتاخذوا علامه ثانيه؟ انت تاخذوا علامتين، يعني علامه زياده تكون السؤال لكم. هلا موجه منهم لكم، لو لكم السؤال بيطلع لكم علامتين وعلامه. اوكي منتابع معكم والسؤال كمان بالتحليل الدولي. ما هو العدد الناقص في تسلسل الارقام التاليه؟ 150 912 5484 32916. أنا بالوقت انتهي يا صبايا. شو جواب؟ ما في جواب. عندكم جواب يا أنتوني؟ 197508. صح. عفاك. صح. شو الطريقة اللي استعملتها؟ نضيف 2 ونضرب بستة. صح. برافو. هو قلبك يا أنتوني أنت ما عم بتقولها. علامة لكم يا أنتوني، صار معكم 5 علامات. منتبع معكم بالسؤال الثاني بالتحليل الذهني. والسؤال. ما هو استعمل الأرقام التالية لتحصل على العدد 16000؟ 10 15 25 20 و10. ركزوا منيح وما تتسرعوا.
25 plus 15, 40 و 10 فوا 10 بيعطونا 100. نضربهم ببعض فوا 20. لا يا بول ما بتوصل ما بتعطيك. بدنا 600 بالاخير. شو سبعه؟ بنجمع 25 زائد 15 بتعطي 40. ايه و20. هلا هو لازم نحن نطلع 40 ضرب 40 ليطلع لنا 16000. طلعي انا وصلتي على 40. كملي. 25 15 40 و20 زائد 10 زائد 10 40 نضربهم ببعض تطلع 16000. طلع 1600. ضعتي ضيعتينا. لا 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 كان لازم تجمعه. يلا شباب الجواب هو 25 زائد 15 40 10 زائد 10 20. 20 ضرب 40 800 ضرب 20 16000. تركنا ال 20 على فرض ما استعملناها. هاي لازم تفكروا فيها. بس بول عمل فوا كان لازم يعمل بلس. منتابع مع صبايا ثانوية حارة حريك والسؤال كمان بتحليل الذهني. استعمل الأرقام التالية لتحصل على العدد 28800 22 32 18 58 و 8. شو يا صبايا؟ مريم خلص الباقي. 32 زائد 58 بيعطينا 90 و 22 زائد 8 بيعطينا 30. ايه نضربهم ببعض. ما بتوصلي. لا ما بتوصلي ما بتوصلي يا ريم. شباب 32 plus 8 تعطينا 40 و 58 plus 32 90 moins 22 68 68 par 40. لا كمان لا. الجواب هو 18 plus 22 بيعطيني 40. 58 زائد 32 بيعطيني 90. 90 ضرب 40 بيعطيني 3600. 3600 ضرب 8 بيعطيني 28800. منتابع مع شانفيل والسؤال بالتحليل الذهني. ما هو الدخيل في مجموعة الأرقام التالية ولماذا؟ 92 232 264 316 554. معكم دقيقة لتعطونا الجواب. فكروا منيح. ميتين واربعة وستين. ليه؟ لأنه الوحيدة الملتيبل دو 3 تنقسم على 3. شو يا أستاذ كمان غير شو طريقتك؟ أعطيتنا طريقة عفاك فيك تلاقي أنتروي بطريقة مختلفة. أنا الأنتروي تبعي كان ديفيزيبل بار 4 أو بار 2 من عدد 5 4. سي لوجيك؟ يعني طريقة أستاذ كمال غير طريقتكم. أول شي برافو بيطلع لكم على 200 صار معكم 7. أستاذ كمال قال أنه كلها بتنقسم على 4 بس ما عدا 554. والأجوبة هن 92 بيعطيني 23، 232 بيعطيني 52، 264 بيعطيني 66، و 316 بيعطيني 79. يعني نحن ما دام كل شيء في لوجيك ومنطق بناخده، مش ضروري يكون. أنا ماني ليفريسك 100%، أنا ركبت معادلة حسابية، طلعوا شاطرين لقوا غير طريقة فيهم. منتابع مع صبايا ثانوية حارة حريك والسؤال. ما هو الدخيل في مجموعة الأرقام التالية ولماذا؟ 182 238 744 434 1029. معكم دقيقة لتعطونا الجواب.
لأنه كلهم بينقسموا على 2 إلا 1029. شو يا أستاذ كمان؟ أوكي. بعتبر لك يا صح، نعم، معني أنا عملت غير طريقة. أوكي. استاذ كمال، استاذ كمال اعتبر 744 هو الدخيل لانه كلها بتنقسم على 7 ما عدا هيدا الرقم، والاجوبه هن 182 بيعطيني 26، 238 بيعطيني 34، 434 بيعطيني 62، و1029 بيعطيني 164. شباب الشانفيل منتبه معكم، والسؤال علم كاتبه وروائيه من الكفير لها عشرات المؤلفات ومنها طيور أيلول، شجرة الدفلة، شادي الصغير، الزهرة النادرة، من هي؟ أميلي نصر الله. صح صح يا بول، أميلي نصر الله. علمتين لإلكن، صار معكن 9 علمات. السؤال هلأ للصبايا. مهندس صاحب دستور لبنان المائي، صاحب أهم الدراسات في التنمية المائية والكهرومائية ووضع خريطة لبنان الجيولوجي، من هو؟ مشروط. إبراهيم عبد العال. صح صح يا ريم. علمتين لإلكن، صار معكن 14 علامة. في معمل كهرباء باسمه مش هيك بجنون؟ صح. سؤال هلا لشباب الشانفيل، كمان بعدنا على لبنان. قرية صغيرة في قضاء مرجعيون ينبع منها نهر يحمل اسمها على بعد 10 كيلومتر من حدود فلسطين المحتلة، ما هي؟ حصبية، حصبانية، ما في جواب. نقورة. لا، ينبع نهر أهم ولا وزاني يا الوزاني. وزاني أقرب شيء، حصبية بعيدة. منتابع مع صبايا ثانوية حر تحريك، والسؤال: بلدة في قضاء البترون فيها كنيسة بنيت على أنقاض معبد روماني ودير مار يوحنا مارون الذي نقلت هامته إليه، نقلت هامته إليه عام 2000، ما هي؟ في جواب؟ مارون الراز. لا، خصة. صح صح يا جوزيف، علامة لكم يا جوزيف، صار معكم 10 علامات. مع نهاية الفقرة الأولى من التحدي الكبير بذكر بالعلامات. شانفيل فريق بي معهم 10 علامات، يعني عرفوا جابوا بنسبة 50%، مقابل 14 علامة لثانوية حر تحريك للبنات، يعني عرفوا جابوا بنسبة 70%. لحظات قليلة مع الإعلان ومنعود لمتابعة الفقرة الثانية من التحدي الكبير. مع بداية الفقرة الثانية من التحدي الكبير ذكر بالعلامات. شانفيل الفريق بي معهم 10 علامات مقابل 14 علامة لثانوية حر تحريك للبنات. نبدأ معكم شانفيل، والسؤال الأول بالتحليل الشعري. استنتج الكلمة الناقصة من خلال القافية والمعنى. دور كأعشاش العقاب علقت بأجفان الهضاب، ومنازل فوق الذرة نشرت على قمم، هذا تنتهي بالبي. معكم دقيقة شباب، انتبهوا على المعنى، شوفوا كيف الكلمات مركبة. ألف بي يعني أبي، ممكن تكون بي كسرة، ممكن تكون بي يي، كلهم صح. طلعوا على كل كلمة من الكلمات لازم يلاقوها، بس صعب شوي هالبين. والله يا مدام كساب مش صعب، بتشوف إنه في كلمات بتعطي جملة، بتعطي الكلمة. الروابي. الروابي، برافو يا بول. عفاك عفاك. برافو. علامتين لإلكن، صار معكم 12 علامة. السؤال هلا للصبايا. يلا يا صبايا. استنتج الكلمة الناقصة من خلال المعنى والقافية.
تجري الأمور وما للمرء معتبر حتى تحل به من نفسه العبر. لا حيلة في قضاء ساقه قدر قدر ففي المقادير يعمل قلب و بدها تنتهي برو طبعا صح بصره صح هيك ما في غير جواب بصره برافو يا فاطمه كلمة يعمى بتعطيك الجواب خلصت يعمى علمتين لكم صار معكم 16 علمه السؤال الثاني بالتحليل الشعري لمدرسه شانفيان اعد ترتيب هذا البيت من الشعر المبعثره كلماته المجدي كأسا فسقطني خمرة من خمر كأسي نعمة تملأ بالمجد المجدي كأسا فسقطني خمرتي مش خمرتا خمرتي من خمرين وبالمجدي اخر شيء بالمجدي الفاو خمرتي بالكسره اول وحده تبعوا التحريك شباب يطلع معكم خلص الوقت فسقطني من خمرة المجد كأسا نعم الخمر تملأ كأسي بالمجد يلا فسقطني من خمرة المجد كأسا تملأ كأسي لا خلص نعمة خمر بالمجد تملأ كأسي يا جوزيف فرقت معك على كلمتين فسقطني من خمرة المجد كأسا نعمة خمر بالمجد تملأ كأسي بسيطة يا شباب صبايا سؤال لألكن أعيد ترتيب هذا البيت من الشعر المبعثرة كلماته تأملت بها صنع صنع في الإلهي إذا في طلقة لإنساني لم صنعا وشيه وشيه الوشي يعني الوسم الإيد تأملت تأملت أول وحدة بها إذا صنع في الإله صنعي في الإله في طلقة لإنساني لم صنعا وشي في الإله مع بعض ولا في لحال والإله لحال لا لا كل وحدة لحال في وحدة الإله وحدة في لحال الإله لحال وفي لحال وطلقة لحال نسينا الشحطة بسيطة نسينا الشحطة بس نسينا مسافة بينات شو يا صبايا؟ إذا تأملت في صنع الإلهي بها تلقى الإنسان لا بلشت صح كفيتي غلط شو يا شباب؟ إذا تأملت في صنع الإلهي بها تلقى صنعا في الإنسان لا. إذا تأملت في صنع الإلهي بها لم تلقى في وشيه صنعا لإنسان بسيطة يا صبايا منتابع مع شباب الشانفيل والسؤال هلأ بالتحليل الزجل أهيان بشوي استنتج الكلمة الناقصة من خلال القافية والمعنى تركت صحبي وغبت عن أهلي يا حيف والعين انطفى نورة والقلب جف ونشفت أعصابه
والحقيقة أصبحت تنتهي برا. شو أصبحت الحقيقة؟ كل سؤال ما جابوا معجوبة. لا شو هي جوزيف؟ لا يا جوزيف قوي قلبك مكسورة. لا لا مسورة كمان. لا صورة صارت الحقيقة، يعني صارت خيال، صارت صورة. كنتوا منتابع مع صبايا ثانوية حار تحريك، والسؤال بتحليل الزجاج. استنتج الكلمة الناقصة من خلال المعنى والقافية. يمشي وقيود الأمر ترسله لحدود، دائت على وقع الخطى بصمت العذاب، تحته التراب مبنج بسر الوجود، وفوق الفضاء أخرس لا ريح ولا. هذا هين صبايا. فضى أخرس ريح ولا رباب. لا سحاب. لا ريح ولا سحاب، يعني ما في غيوم ما في غطاء. شو بكون عم تحكوا بالفضاء؟ شو دخل الرباب الفضاء فوقه؟ منتابع مع شباب الشانفيل، والسؤال الثاني بالتحليل الزجلي. أعد ترتيب هذا البيت من أشعار المبعثرة كلماته. فرضه تصير إن خليتك غيابي غيابي حضوري تستلهم من. فرضو تصير إن خليتك غيابي غيابي حضوري تستلهم من. تاني شاطر بعتقد هين لازم تعرفه. شغل على الأول. إنه خليتك تصير غيابة فرض وتستلهم من حضور غيابة. صبايا وإن خلي لا إنه غلط. الجواب هو وخليتك إن فرض غيابة تصير تستلهم حضوري من غيابة. منتابع معكم صبايا، والسؤال كمان بالتحليل الزجلي. أعد ترتيب هذا البيت من الزجل المبعثرة كلماته. بالنعيم بالجسم لا ولا تلتقوا رح طلوع ودرب بنزول ودربك
ليلى. معكم دقيقة لتعطونا الجواب. أنا بهالوقت بحب ذكر جميع المشاهدين والمشتركين معنا عن الجوائز اللي رح يربحوها أول ثلاث فرق لهالسنة، وهي منح جامعية تقدمت Overseas Educational Agency لصاحبها السيد بلال درنيقة، بالإضافة طبعاً للجوائز المالية النقدية تقدمت تلفزيون لبنان. وهالسنة حبت ناديا ترافل تقدم للشباب ولصبايا رحلة لمدة أسبوع على فارنا. هلا بالوقت انتهي يا صبايا، 10 ثواني. خلص الوقت. لا رح تلتقوا بالنعيم ولا بالجسم. لا رح تلتقوا بالجسم. لا 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 لا. شو يا؟ رح تلتقوا رح تلتقوا لا بالجسم ولا بال. لا بالنعيم رح تلتقوا ولا بالجسم، ودرب ليلى طلوع ودربك نزول. بسيطة يا صبايا. مع ختام الفقرة الثانية من التحدي الكبير، ذكر بالعلامات. شانفيل الفريق بي معه 12 علامة، يعني عرف يجاوب بنسبة 40%، مقابل 16 علامة لثانوية حرت حريك للبنات، يعني عرفوا يجاوبوا بنسبة 53%. لحظات قليلة مع الإعلان ومنعود لمتابعة الفقرة الثالثة والأخيرة من التحدي الكبير. مع بداية الفقرة الثالثة من التحدي الكبير، بذكر بالعلامات. شانفيل الفريق بي معهم 12 علامة مقابل 16 علامة لثانوية حرت حريك. قبل ما نبدأ هالفقرة بحب ذكر جميع المشاهدين والمشتركين معنا أنهم صار فيهم يتابعوا كل أخبارنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، وهي التحدي الكبير. شانفيل نبدأ معكم، والسؤال الأول بأحداث 2016، من هو المغني المغربي الشهير الذي مثل أمام القضاء الفرنسي بتهمة التعدي الجنسي في فرنسا خريف 2016؟ سعد المجرب. مجرد ما بعرف اسمه. برافو يا بول، علمتين لإلكن، صار معكن 14 علامة. صبايا، السؤال الأول بأحداث 2016، بيع فستان فنانة ارتدته عندما غنت بعيد الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي بمبلغ 4.8 مليون دولار خريف 2016، من هي الفنانة؟ لازم تعرفوا يا صبايا، ضجت الدنيا بالفستان. إذا عملوا ريسيرش أحداث بالمساز لازم، لأنه انباع بمبلغ كتير رخيص، حد 5 مليون دولار. ماشي ما. شو يا صبايا؟ يلا خلص الوقت. ما في جواب. مارلين مونرو. برافو يا بول، مارلين مونرو. علامة لإلكن، صار معكم 15 علامة. منتابع معكم، والسؤال الثاني بأحداث 2016، عادت في 17/11/2016 إلى الأرض مركبة فضاء شانتشوا بعدما أمضت 30 يوم بالفضاء، ما جنسيتها؟ شو جنسيتها لهالمركبة؟ من اسمها لازم تقدروا. صينية. برافو يا بوي، علمتين لإلكن، صار معكم 17 علامة. صبايا، سؤال لإلكن، ركزوا منيح. في تقرير للأمم المتحدة صادر صيف 2016، إن الفقر يطاول 85% من سكان أي بلد عربي؟ اليمن. برافو يا رولانو، علامتين لإلكن، صار معكم 18 علامة. سؤال هلأ لشباب الشانفيل، من هو الفرنسي مهاجم أتلتيكو مدريد الذي اختير أفضل لاعب في الدوري الإسباني لموسم 2015-2016 متفوقا على ميسي ورونالدو؟ أنتوان غريزمان. صح. برافو يا بول، معقول سؤال الرياضة ما تعرفوه يعني، ما بصير. علمتين لإلكن، صار معكم 19 علامة. صبايا منتابع معكم، والسؤال،
انتصر منتخب البرازيل بكرة القدم على منتخب آخر بفارق 3 أهداف في تصفيات أمريكا الجنوبية 2016 المؤهلة لمونديال 2018. على أي فريق يعني انتصر؟ يعني البرازيل ربحت أي فريق؟ لعبوا ضد مين وربحوا؟ كولومبيا؟ لا. باراغواي؟ لا. الأرجنتين. أرجنتين. الأرجنتين. بسيطة يا شباب ويا صبايا. منتبه مع شانفيل. والسؤال: من هو سائق المرسيدس الألماني الذي أعلن بشكل مفاجئ وضع حد لمشواره على حلبات بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 في كانون الأول 2016؟ من هو سائق المرسيدس؟ أكيد اسم مشهور مش من شو مكان. إذا بتحضروا الفورمولا 1 لازم تعرف. تذكروا الاسم. هذا مدام ما بعتبره سؤال سبور، أنا سبور اعتبرته الفوتبول، هذا كولتور جنرال. فوتبول إلزامي. نيكو روزبرغ. صح. برافو يا بول. علمتين لكم يا بول، صار معكم 21 علامة. صبايا، السؤال الأخير بأحداث 2016. في أواخر تشرين الثاني 2016 تسلق الرجل العنكبوت ألان روبر واحدة من أطول ناطحات السحاب في مدينة أوروبية كبيرة دون معدات تسلق، أين؟ شو هي المدينة اللي تسلق فيها؟ شو اسمها؟ بريطانيا، فرنسا. باريس. باريس لا. برشلونة. منتابع مع شباب مدرسة شانفيل. والسؤال الأول بسرعة البديهة. لنشوف. استعمل الرقم 7 8 مرات لتحصل على العدد 7701. تعطينا 7701 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 ت
لنشوف. أرقام صغيرة مش مثل هوديك، لا هات لنشوف. هيك اسمها سرعة بديها يا مدام، مش طول يكونوا عطول مجموعة أرقام مثل ما أجيلوا، هيدا مفتوحة على كل شيء سرعة البديها، كل احتمالات واردة. 15 ثانية يا صبايا. 195 ولا عفيك 100. برافو، كيفك مشتي؟ برافو يا ريم، ضربت الثاني نقصت بثلاثة. برافو يا ريم، برافو، ضربت باثنين ناقصت بثلاثة، الرقم هو 195. علمتين لإلكم، صار معكم 20. حطينا لك فخمة وقعتي فيها عفاك. على الرواق ريم، برافو. منتابع مع شباب الشانفير، والسؤال الثاني بسرعة البديهة. ما هو الدخيل ولماذا؟ ثغاء، خوار، هديل، أزيز، شحيج. قولوا لماذا وإلا بتاخذوا عليه نوح. شحيج. شحيج. يا رأي إذا بقول لك شو يعني بكون جوابتك على السؤال. أزيز.
شو يا جوزيف؟ عزيز. صح يا جوزيف. ليه؟ أصوات حيوانات. برافو يا جوزيف. عفيت عفيت. والعزيز هو صوت الرصاص. برافو يا جوزيف. علمتين لإلكن صار معكم 25. هودي كلهم أصوات حيوانات. من أول ما سألت السؤال وجوزيف عم بيقول لهم عزيز. الخروف أكيد. الخوار البقرة أو الثور معك عفيك. الهديل الحمام وهن له مجرة. صبايا. السؤال الثاني بسرعة البديهة. ما هو دخيل في المجموعة التالية ولماذا؟ هندوراس، باراغواي، مكسيك، أوروغواي والأرجنتين. الهندوراس؟ لا. هندوراس؟ لا. باراغواي. كمان لا. المكسيك لأنه هي بالشمالية وهذيك بالجنوبية. عفيت. برافو يا بوي. علامة لإلكن صار معكم 26 علامة. المكسيك بأمريكا الشمالية وهذيك بأمريكا الجنوبية. تريبيان. منتابع معكم شباب الشانفيل والسؤال الأخير بسرعة البديعة. اسم ركب من حرفين ما بتعرف آخره وين. إذا ريتو معكوس بيبقى المعنى على الميلين. ما هو؟ هاي صعبة. والله مش صعب إذا بحكوا دماغيتهم شوي. هاي كله حرفين يا مدام، مش 100 حرف. لا هلا وقت تعطي الجواب هين، بس هو اللي يعرفوها بده يستصعبوها. أنا ليه بشوفها هيك؟ الصبايا قدم علي لقيوها. شو معنى؟ لا قولوا خلاص. يعني كيف ما تقلبوا زيت المعنى؟ أنا بقول لهم شو فيه. هير؟ شو؟ ماشي ماشي. شو يا صبايا؟ ما في جواب. ايه خربزوق. الجواب هو مي ويم. يم يم يعني يم مي. يعني المي. يم يعني البحر. روم البحر بصير مي، بعدك مي بمي. ها عم بقلكم دكتور كبكب، انا لكم حرفين. بالنسبه لدكتور كبكب ولا اسهل من هيك. تربح معنا علامه يا دكتور كبكب. متابع مع صبايا ثانويه حر تحريك والسؤال. بتشوفني وديعتي مثل الحمل وبكل من يحوي الظرف حبي اكتمل. معلول كنت كيف شلته عيلتي حتى انسحرت وصار لي فيكم امل. عن اي اسم نتحدث؟ معلول يعني شلته حرف العلي. هاي معناتها شلته علي مش علتي سخونتي، يعني شلته حرف العلي. تعرف شو حرف العلي بالعربي ولا ما بتعرفه؟ يلا كمان مش صعب. هلا هن بيعرفوا بس بدك هلا يلاقوها. اوكي. شو يا صبايا؟ ما في جواب. امال؟ لا اميل. اميل مش امال. اميل شيل منه حرف العله بصير امل. صار لي فيكم امل. شو حرف العله؟ شيل لي من اميل لقيت الامل. مع نهاية الفقرة الثالثة من التحدي الكبير بذكر بالعلامات. مدرسة شانفيل الفريق ب معهم 26 علامة، يعني عرفوا جابوا بنسبة 65% مقابل 20 علامة لثانوية حر تحريك للبنات، يعني عرفوا جابوا بنسبة 50%. لصبايا بدنا نقول لكم هارد لك، لشباب بنقول لكم ألف مبروك، بتنتقلوا معنا للمرحلة الجديدة. وبالختام بقول لكم تصبحوا على ألف خير.